اللقاء مع معالي الدكتور سالم المالك حقيقة لقاء متميز، تم بحث كثير من مجالات التعاون بين المنظمة الأسيسكو وكذلك سلطنة عمان. هناك دور بارز قوي تقوم به المنظمة في مختلف المجالات، سواء كانت ثقافية والتراثية وكثير من المجالات اللي في مجال العلوم والتربية، وهذه جهد حقيقة يقدر فيما يتعلق بالأنشطة والورش التي تقام سواء في مقر المنظمة في المملكة المغربية أو مع دول على مستوى الدول. نحن في سلطنة عمان حريصين حقيقة على هذا التعاون، وسيكون هناك إن شاء الله مؤتمرات قادمة وورش قادمة تقوم بها المنظمة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية في السلطنة فيما يتعلق بالتربية والثقافة والعلوم، ونشاط إن شاء الله قادم وفاعل بإذن الله تعالى.